هنا تراكس كل رانا عايشين هنا وعنا ولادنا وعنا ولاد ولادنا ونسكنوا نخرج على لندن 50 كيلومتر والعاصمة وين نسكن عندنا 150 عائلات. حبيت نعرف لا في المستقبل ان شاء الله لا كاش ما تكون حق اللغة العربية يعني مش قرية العربية جوج دار اسمحوا لي جيب ولادي رحت الدار هذه الثقافة تاعنا اللي عندنا هنا ولكن بعيدة علينا ما يجيو يجيو بالحد كيجيو العياو التعب التعب وكان العائلات كاين واحد السورية دارت تسيب ولكن غالبا كان كثر كثرة هجموا على الصغار يعني العائلات ما قدروش يخلصوا غالية كثير حابين نعرف الى المستقبل في المستقبل ان شاء الله هو اللي حبينا نشوفوا دار الثقافة هنا في لندن ولا جات لكن سمعت بلي كاين 30 الف جردين في السفارة نظن بلي مدام كونسول تعرف إذا كنا حقق ولا شيء كاين اللي يمشي مجردين ما نهضروش على الحراقين الحراقين هذا لا كاين دار الثقافة الجزائرية واحد يقدر يروح يشوف قانون ولا يجي يشوف بلادي يكون حارة ولا ماشي حارة صغير ولا كبير ولادنا ولاد ولادنا كل الأطفال يحبوا يعرفوا ماشي غير السؤال تاع وثانيا نشكرك على هذا شكرا شكرا.